अपना हक निभाते हैं आज भी अली वाले, 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 महफिले सजाते हैं। વિધવા છે એમ અલ્લાહની બારગાહમાં કુરાન કરીમના એક એક હર્ફ એક એક આયત અઝમતોનો વાસ્તો દઈને અલ્લાહની બારગાહમાં સવાલ કરવામાં આવ્યા છે, દુઆ કરવામાં આવ્યા છે। મુહમ્મદ વાલી મુહમ્મદ બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ સદકલ્લાહુલ અલીયુલ અઝીમ વસદક રસૂલુહુન નબીયુલ કરીમ વનહનુ અલા ઝાલિકા મિનશ શાહિદીન। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم। اللهم ارزقنا بكل حرف من القران حلاوه الى يمين وبكل جزء جزءان ومن وبكل جزء من القران جزاء। اللهم ارزقنا بالالف الفتان وبالباء بركتان وبالتاء توبتان وبالثاء ثوابان وبالجيم جمالان وبالحاء حكمتان وبالخاء خيرا وبالدال دليلا وبالضال ذكاء وبالراء رحمتان وبالظاء زكاة وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاء ضياء وبالطاء تراوة وبالضاء ظفران وبالعين علما وبالغين غنى وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كرامة وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وبالياء يقينا। اللهم انفع اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعويل على غير ما أنزلته عليه أو ريب أو شك أو سهو أو سوء إلحان أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو سرعة أو ضيق لسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير مدغام أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو حمزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة رغبة أو رهبة أو قلة رغبة ورهبة عند تلاوة آيات الرحمن وآيات العذاب। فاغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين। اللهم نور قلوبنا بالقرآن। اے اللہ قرآن نظریاتی ہمارا دلوں نے نورانی فرما وزین اخلاقنا بالقرآن। اے اللہ قرآن نے صدقہ میں ہمارا اخلاق نے زینت نصاب بنا ونجنا من النار بالقرآن। اے اللہ جہنم نہ آگ تھی ہمیں قرآن نے صدقہ میں نجات عطا فرما وادخلنا فی الجنت بالقرآن। اے اللہ قرآن نے صدقہ میں ہمیں جنت میں داخل فرما। اللہم اجعل القرآن لنا فی الدنیا قرینا وفی القبر مونسا। اے اللہ قرآن نے دنیا میں ہمارا ماتے بہترین ساتھی انا قبر میں ہمارا ہمدرد انا ساتھی دار بنا وعلی الصراط نورا وفی الجنت رفیقا। اے اللہ قرآن نے اس پل صراط پر ہمارا ماتے مددگار ہمارا ماتے نور انا جنت میں قرآن کریم نے ہمارا دوستار بنا ومن النار سترا وحجابا وإلی الخیرات کلہا دلیلا।
એલા કુરાન કરીમ ને જહન્નમ ના આગ થી અમારા માટે એક પરદા અને દરેક નેક કામ માટે અમારા માટે રહનુમાઈ કરવા વાલા ફરમાવ ફક્તુબના અલ તમામ વરદુકના અદામ બિલ કલ્બ વલ લિસાન એલા તુ હમે કુરાન પડવા વાલા માં શામિલ ફરમાવ અને એલા હમે એવા કુરાન ની તિલાવત કરવા વાલા કરાર આપ જે કુરાન ને દિલો જબાન સાથે દિલો થી પણ અદા કર્યા હોય વહુબ બિલ ખૈર વ સઆદત વલ બશારત મિન અલ ઈમાન વ સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલા ખૈર ખલ્કહી મુહમ્મદિન મુઝહરે લુત્ફહી વ નૂરે અર્શહી સૈયદના મુહમ્મદિન વ આલિહી અજમઈન وسلم تسليما كثيرا يا ارحم الراحمين عزيزو ماہ مبارک رمضان کی قران کریم ماٹے چھلی رات تھی پہلی رات تھی لینے ہمنا سودی در روز ایک پارا تھی بدارے قران کی تلاوت کروا ما ایوا جتلی قران کریم نی ماہ مبارک رمضان ما اپنے یہاں ટેબલ ઉપર તિલાવત કુરાન ખાનીમાં તિલાવતો કર્યા છે આ બધી કુરાન ખાનીની તિલાવતના સવાબ જે અમને તિલાવત કર્યા છે અપના વાલિદૈન અઝીઝો કરબા મરહૂમીન જમાતના બુઝુર્ગો અમારા મુજ્તહિદીન ઉલમા શુહદા તમે બધા મુમિન મુમિનાત પોતપોતાના મરહૂમીનને મદ્દે નજર રાખતા આ બધાની અરવાનો ઈસાલે સવાબ કરવા માટે ગુજારિશ છે પહેલે તન ફેરે સલવાત એક પછી એ પછી એક ફેરે સૂરા અલહમ પછી તન ફેરે સૂરે તૌહીદ સૂરે કુલ અલ્લાહ પછી પાછે તરફ તન ફેરે સલવાત પઢીને ઇન્શાલ્લાહ આ કુરાન ખાની અને સૂરે હમદુનું ઇખલાસની તલાવતનો સવાબ હદિયા કરવામાં આવે اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك النبي الرحمن محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمن يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين